الصوت زكريا صادق. مين زكريا فتحي؟ أنا ابني عبقري مش عارف. أنا جاي أسجل معاك لقاء بس قبل دخول المسابقة. مسابقة إيه؟ أذكى طفل في مصر. ومال ابني أنا بأذكى طفل في مصر؟ ده احنا كنا بنرضعهم فتاه. ده زكريا فتح خميس والمسابقه في واحد سيوه. بس احنا هنسافر بالعربيه دي. ماشي بس هركب قدام مش هركب ورا. انا مع الميتين. ها اركب ورا مع الميتين. انت عبقري يالا. عارف يعني ايه عبقري؟ لا الرخص ده انا لقيتها يا اخويا حطيتها لك فوق التلفزيون. واعمل بيها ايه انا فوق التلفزيون؟ احنا هنرجع من هنا ورقتك هتوصلك يا صفاء. يا مسبتي انت بقيتيش تلزميني. دي قتيلة. دي برضو ولية. من فضلك ما تقوليش ولية دي. انا فامنست. مالك يا اختي؟ ما تعبانة صفاء واخدة سطول في دماغها برضو. ايه الغزالة رايقة من الناس الحلوة السايقة يا سيدي يا جمال وماله الضغط كتير عالي. جواني يا فتحي. واو نايس جيم. هيبقى حاجه كبيره قوي زي اسم الله عليه زويل. امتحن ذكائه. اسمك ايه؟ اه زكريا. ما شاء الله ايه النباهه دي. قول لها 3 في 3 بكام؟ ب9. يا بسم الله ما شاء الله. ما سمعنا حاجه يا فنان. سيكو خرابه. تقدي اللي انت شايلاه ده يا تيتا. فتحي اجري كلاوي يا فتحي. يا خبير احنا عيله بائسه. طب وهي الجائزه دي بتقبجوا فيها قد ايه؟ الجائزه دي اللي بيفوز بيها بيبقى اول متبرع لبناء نادي صيد الارانب البريه اللي نوعا ما.